خليني بسرعة قبل ما أختم، السيدة أمال الإمام، أمال الإمام والدة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام. يا فندم أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا يعني بحضرتك. لله ما أعطى ولله ما أخذ، البقاء لله يا ماما، بقى والدوام لله يا حبيبي، ربنا بقى والدوام يصبر لله. قلبك واللهم أفرج عليك صبرا. وأنا بدعي لك من بدري بقول لك اللهم ربنا آمين. يصبرك، واحنا كلنا ولادك وكلنا جاهزين ومستعدين ان احنا نضحي زي ما ضحى ابنك البطل الشهيد. الحمد لله، الحمد لله. ايوه حمده وشاكره وان شاء الله ابنك بطل، ابنك بطل، ابنك ما راحش كده، لا ابنك راح عشان مصر، عشاننا كلنا، ابنك كلنا، ابنك بعمله وتضحياته وروحه فوق راسنا كلنا. يا انا استاذ نشأت بهنيكي لو والله. ليا ابن كمان يا استاذ نشأت هوديه بنفسي راضيه ومطمئنيه. الله يسترك. لو يرضوا ياخدوني، انا عندي 57 سنه. وحضرتك معلش انا هطول عليك في الكلام شويه، انا اتجوزت وقعدت 10 سنين ما خلفش يا استاذ نشأت، ودي وحيدي، دي حبيبي، دي نور عين، كل حاجه في الدنيا لي. ولما قال لي خش الكليه الحربيه قلت له يا عبد، قال لي يا ماما انا عاوز، قلت له يا بتوكل على الله. ابني قال لي شهيد يا ماما، انا هستشهد يا حبيبتي. قلت له خلاص يا عبد ما تقولش كده. قال لي والله يا ماما انا اللي عليا الدور. بس المشكله يا استاذ نشأت الدنيا ما كنتش عارفه ان الدور بسرعه كده على عبد الحميد، ما كنتش عارفه ان الدور بسرعه كده يا حبيبتي. وفي الاول وفي الاخر الحمد لله استاذ نشأت، ربنا يصبرك، ربنا يصبرك، ربنا يبارك لك، ربنا ربنا يبارك يصبرك، ربنا يصبرك. واعرفي ان هو كلنا هنموت يا حاجه، كلنا هنموت، كلنا يا الحمد حاجه امال لله. هنموت، والله هنموت كلنا، بس هو مات بشرف، مات بشرف. هو ان عاجلا او اجلا هيموت، وقال لك انا شهيد يا ماما، وانت بتقولي ايوه بسرعه، هو كلنا اعمار، انا هروح له ايوه وانت هتروحي له، بس هو راح في مكان احسن مننا كلنا واحنا الحمد مؤمنين. لله. ربنا يصبرك ويصبر كل حبايبه، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجمعنا بيه ويلحقنا بيه. الحمد لله، الحمد لله. بقول لك اقسم لك بالله لو عندي ابن تاني لو وديته بايدي، انا مش زعلانه، انا فرحانه ان ابني مات شهيد ومات بيدافع عن مصر وعن اهله وعن ناسه وعن حبايبه. انا معلماه احلى تعليم ومتربي احلى تربيه. ابني ما كنت نعم يا حبيبي، عايزه ايه يا حبيبتي؟ لو هو اللي اتصل عليا يقول لي انت فين يا حبيبتي، انت رايحه فين يا حبيبتي، انت جاية منين يا حبيبتي؟ ابني كان ابن مات يا استاذ نشأت، ابني غالي، ابن حبيبي وروح قلبي وكل حاجة ليا في الدنيا، اول فرحتي واخر فرحتي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عايزاكم كل العالم مش كل الجمهورية تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم ابني الوكيل، حسبي الله ونعم بتشتغل الوكيل. فين يا عبد الحميد؟ بشتغل في الإسماعيلية يا ماما ما تقلقيش أنا كويس، وابني في سينا وما قاليش. حسبي الله ونعم ابني لو الوكيل فيهم، قاليش حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي حسبي الله الله ونعم ونعم الوكيل فيهم. الوكيل. ربنا يصبرك، ربنا اللهم افرج عليك صبر. بدعي لك من قلبي والله، بدعي لك وكل الناس اللي بتسمعني وبتشوفني انت كلكم راجل تدعوا محترم لها. يا استاذ نشأت، والله انت راجل محترم، ربنا يسترك، وبرنامجك احلى برنامج في الجمهورية كلها، ربنا يسترك يا رب، ربنا يسترك يا ماما، ربنا يسترك، وانت راجل ما بتقولش الا كلمة حق. ربنا يسترك يا رب ويصبرك. ربنا يبارك لك يا حبيبي، دمتم في امان ربنا الله. يبارك لك.